ان استاذنكم ناخد مداخله من الجابون. معانا كابتن عمر شوقي المدير الاداري لمنتخب مصر في الجابون. اهلا بيك يا كابتن عمر، والف مليون مبروك التاهل للمباراه قبل النهائي. بارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك وتحياتي لضيوفك الكرام. كابتن عمر فتحي طبعا عضو مجلس اداره اتحاد اليد، وكابتن يحيى يوسف بيسلموا عليك ويقول لك الف مبروك. كابتن عمر مبروك يا كابتن عمر. كابتن عمر تحياتنا للعيبه وتحياتنا للجهاز الفني والاداري كله، ونقول لهم الف مبروك ومستنيينهم بكره ان شاء الله يفرحونا. وتحياتي للكابتن كرام كردي مدير الفريق، والكابتن مروان وكل الجهاز بعد اذن واللعيبه. اتفضل يا كابتن. والدكتور محمد امام ودكتور كل الجهاز، والدكتور محمد امام والكابتن كريم، يبقى كل الجهاز يا كابتن. والدكتور كريم والكابتن خالد العوضي كان لسه معانا، ما تقلقش. انت قصدك ايه كابتن عمر؟ ما تقلقش يا كابتن عمر. كابتن عمر طمنا على الدنيا ماشيه ازاي، طمنا على هل في عقبات كانت موجوده وحلتوها ولا الدنيا ماشيه كويس، يعني طمنا على الحاله الاداريه والفنيه كمان للمنتخب. الاجواء هنا اجواء صحيه، اجواء رياضيه، منتهى الترحيب، كل العقوبات مزلله، كل المشاكل معانا رئيس بعثه واعي وفاهم، ولعيب هاندبول وكان مدير جهاز كره اليد في النادي الاهلي ومدير نشاط النادي في النادي الاهلي، السفير المصري احمد بكر مستيبنا خالص، متواجد بصفه دايما مع الفريق، كل المشاكل محلوله. الباشمهندس حسام نصر وصل النهارده الصبح واتفرج على الماتش هو وكابتن خالد فتحي. يعني الحمد لله الحاله يعني حاله من الروح المعنويه مرتفعه. الولاد بيلعبوا كل ماتش ماتش ماتشات كؤوس. الماتشات ابتداء من بكره ملهاش اي يعني تقدير. الماتشات كلها في الملعب لان الجابون بتلعب على ارضها، رئيس الجمهوريه حاضر كل الماتشات. الصاله 7000 متفرج تشجيع جنوني. الجمهور عمل الجمهور، والتحكيم هيبقى صعب بكره لو الجابون كسبت المغرب النهارده. ماتش انجولا وتونس هيبقى صعب، ويمكن ارشح انجولا للفوز على تونس بكره. يعني المباريات كلها في غايه الصعوبه. طب كابتن عمر، كابتن عمر خليني اسالك على حاجه اداريه يمكن تهمك من المقام الاول. انا دلوقتي هل المنتخب عنده القدره او عنده الامكانيه انه يغير في الاثنين اللعيبه اللي هم فوق ال 16، ولا كده خلاص انتهى ما ينفعش يغير؟ لا يا كابتن، لا انا غير قبل الماتش ب 24 ساعه. يعني انا رايح اغير لعيب دلوقتي ان شاء الله، اغير لعيب لبكره، ويبقى عندنا كمان لعيب. يعني احنا ما عندناش مشكله كلوائح اتحاد نقدر نغير اللاعب يعني. طيب طب برضه يعني برضه قبل المباراه النهائيه اقدر اغير. يعني قبل المباراه على طول؟ قبل، بس لازم يكون قبلها ب 24 ساعه. بالظبط. طب خليني اقول حاجه ثانيه يا كابتن. انتوا يعني كبعثه مسافرين بالاجهزه الطبيه بتاعتنا، ولا رحنا من هناك لان طبعا في لعيبه كتير واللعبه مليانه احتكاكات وكدمات والتواءات، يعني ضمننا على الناحيه الطبيه. معانا الدكتور كريم عيد، دكتوراه واخد علاج طبيعي، وبنتابع مع الدكتور سامح السيد لو في حاجه في الاستاذ عيد، لو في حاجه نعمل اشعه او اي حاجه نبعتها له على الواتس. لكن الى وقتنا هذا الحمد لله كل الاصابات تحت السيطره. نعمل لهم شبه يومي ريكفري بالثلج، بنشتري الثلج ويعملوا الريكفري بعد الماتش هنا، يعني هم دلوقتي جوه ياخدوا حمام ثلج. يعني كل الظروف الحمد لله متاحه ان احنا نخدم. طب كابتن عمر، يعني العشاء اللي كان مع معالي السفير اول امبارح اخباره ايه؟ العشاء بتاع امبارح ولا العشاء بتاع اول يوم؟ ايه ده، انت كل يوم هناك ولا ايه يا كابتن عمر؟ ولا بتاع بكره؟ لا انت كل يوم هناك في السفاره، ده واضح ان السفير طبعا احمد بكر عامل معاكم شغل كبير قوي. والله معالي السفير راجل محترم جدا، ومش محسسنا باي غربه، والاكل المصري لما بنشتاق كابتن خالد العوضي بيتصل بالسفير، وراجل يعني هو متواجد معانا دلوقتي، ونزل هنا الفريق مع المهندس هشام نصر، ومعانا مجموعه يعني الروح المعنويه مرتفعه. معانا كابتن محمد الالفي في الاستشارات الفنيه، يعني مجموعه ما شاء الله عليها يعني. اكيد ان شاء الله. كابتن عمر شوقي المدير الاداري لفريق منتخب مصر في الجابون، شكرا جزيلا لحضرتك.